حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، نعيش اليوم مع النصيحة 24 في سلسلة أهم 30 نصيحة للبدء بحفظ القرآن. اليوم دعوني أذهب معكم مباشرة إلى تقنية الفضول، تقنية الفضول، حب الاطلاع، حب المعرفة، أن تجعل القرآن العظيم هوايتك، متعتك، متعة. يجب أن يكون القرآن متعة بالنسبة لك. احرص على مجالسة الصالحين. أول شيء، يجب أن تحرص على مجالسة الصالحين والعلماء وحفظة القرآن. اليوم أيها الأحبة، نحن في عصر وباء، نسأل الله أن يكشف هذا الوباء عن العالم، وسيكشف بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن من علامات الساعة ستأتي علامة الدخان، الذي هو أشد بكثير مما يعاني منه العالم اليوم. وعلى الرغم من ذلك سيكشف الله هذا الدخان كما ورد في سورة الدخان، راجعوها. كل بلاء يقع لابد أن يذهب، وبالتالي ليميز الله الخبيث من الطيب. هل آمنت بالله؟ هل اقتنعت بقضاء الله؟ هل التجأت إلى الله؟ هل قلت ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون؟ هل قلت هذا الكلام؟ هل لجأت إلى الله؟ هذا هو الاختبار أيها الأحبة. اليوم من الصعب أن تجالس الصالحين بسبب ضغوط الحياة وعصر المعلوماتية، تكنولوجيا المعلومات. لذلك يمكن أن تجالس الصالحين على الإنترنت، يعني أنت يمكن أن وأنت جالس في غرفة نومك يمكن أن تشاهد أي عالم تريده على شبكة الإنترنت، مثل موقع يوتيوب، تجلس وتشاهد هؤلاء العلماء ودروسهم وتحفيظهم للقرآن وتفسيرهم للقرآن. فأنت، هذه مجالسة إلكترونية. يمكن أن هناك برامج لتحفيظ القرآن على الإنترنت كثيرة جدا، يمكن أن تنضم لأي برنامج وتتابع. ولكن يجب أن تعتمد على الله أولا ثم على نفسك. يجب أن تعتمد على نفسك. يجب أن تقول أنا أستطيع أن أحفظ القرآن، ولو كان عمري 70 سنة أو 80 سنة أستطيع. لأن الصحابة رضوان الله عليهم عندما دخلوا في الإسلام لم يكونوا أطفالا، منهم من كان شيخا كبيرا، ومنهم من كان في منتصف عمره، منهم من كان في 60 أو 70 أو 50، وكلهم كانوا يحفظون القرآن أو أجزاء منه يعني. والله تعالى لم يفرض علينا أن نحفظ القرآن كاملا، المفروض علينا أن نحفظ ما نستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إياك أن تترك كلمة غامضة تمر عليك دون أن تستفسر عنها. دائما عندما تستمع لسورة معينة، يعني مثلا سورة مريم، عندما أستمع لها كاف ها يا عين صاد، ما هذه الحروف؟ يجب أن أبحث. طبعا للعلماء أقوال كثيرة، أبحث، أصحها الله أعلم بمرادي، ولكن أبحث، أفتش في التفاسير. هناك موقع على الإنترنت أنا أستخدمه كثيرا اسمه الباحث القرآني، وبجواره الباحث الحديثي، موقعين. يمكن أن تدخل إلى هذا الموقع وبمجرد أن تكتب كلمة من الآية يخرج لك مجموعة كبيرة من التفاسير مثل القرطبي والطبري وغيرهم، فتستطيع أن تتعرف على معاني هذه الكلمة. ثم تبدأ ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ما معنى ذكر رحمة ربك عبده زكريا؟ أذهب للتفسير، أحاول أولا أن أتأمل، أحاول أن أفكر، أي أذكر يا محمد هذه القصة الرائعة
وهي رحمة الله التي نزلت على عبد من عباده وهو زكريا. في عمر 80 رزقه الله ولدا صالحا زكيا اسمه يحيى. امرأة سيدنا زكريا كانت عاقرة لا تنجب، وهي عجوز أيضا، وكان هو شيخ كبير، أعطاه الله هذه المعجزة رحمة به. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. نداء خفي، هل نجرب نحن النداء الخفي؟ يعني أنا عندما أقرأ هذه الآية لا ينبغي أن أمر مرور الكرام ثم خلاص حفظتها ثم أنتقل التي بعدها، لا، يجب أن أتوقف. ما هو النداء الخفي؟ نداء في ظلام الليل بينك وبين الله عز وجل، لا أحد يسمعك إلا الله. أطلب ما تريد من الله، ولكن أطلب بأدب. أنت تعلم أن الله خالق الكون، مالك الملك، قادر على كل شيء. فعندما تقرأ هذه الآيات وتقرأ عندما قال له الله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، هذه البشرى وهذه الاستجابة للدعاء ينبغي أن تعطيني درسا وأنا أحفظ هذه الآية وأمر عليها. إن الإله الذي رزق زكريا عليه السلام وهو شيخ كبير وامرأته عاقر لا تنجب رزقه هذا الطفل وجعله نبيا أيضا، غلام زكي، قادر أن يقضي حاجتي. هذا الإله العظيم قادر أن يرزقني، وما ذلك على الله بعزيز. فهذه الآيات ينبغي أن تعطيني ثقة بالله، ثقة بكلام الله. لذلك حاول أن تسأل عن معاني الكلمات، تكتشف معاني جديدة، اسأل عن أحكام التجويد. لماذا هنا النون مثلا عندما تقول من بعدي، النون أصبحت ميما، إقلاب، ما هذا الإقلاب؟ تأتي بأمثلة، واليوم متاحة للإنترنت أيها الأحبة. لماذا هنا إخفاء؟ لماذا هنا إدغام؟ ماذا يعني ذلك؟ تتعرف، تشغل وقتك بأشياء مفيدة. أعلم أن هذه التقنية تشكل نصف الحفظ. حاول ألا تترك أي مقالة أو فكرة تتعلق بالقرآن أو بما تحفظه إلا وتطلع عليها. ويفضل أن تطلع على مجموعة من التفاسير، وأنا قلت ذات مرة إذا استطعت أن تلجأ إلى الله ليمنحك العلم اللدني الذي يعطيه لمن يشاء فهذا يكون درجة عالية جدا. ولكن إذا لم يكن لديك هذه القدرة وهذا الإخلاص الكبير وهذه الثقة بالله، ليس كل الناس يثقون بالله بنفس الدرجة أيها الأحبة. هناك إنسان يتبع الأسباب، يقول يعني مثلا السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، أنا إذا لم أعمل سأموت من الجوع، هذه نظرته للخالق عز وجل. هناك شخص آخر يقول لا، أنا أثق بالله وأنه قادر أن يرزقني وأنا في مكاني وأنا في فراشي. كيف؟ لا يفكر بالأسباب، يفكر بالمسبب عز وجل. فإذا لم يكن لديك هذه الثقة العظيمة بالله والثقة أن الله قادر على أن يقذف في قلبك علوم لا يمكن أن تحصل عليها من، وإلا هؤلاء المفسرون والعلماء والصالحون والأئمة العظام من أين جاءوا بهذه العلوم؟ نور يقذفه الله في قلب الإنسان، ولكن بشرط الإخلاص. لذلك أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين كما جعل سيدنا يوسف عليه السلام من المخلصين،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.